السلام عليكم. اليوم في الشيوات أموال إن شاء الله راح ندير لكم اللازانيا بطريقتي. دائما أكد لكم ونهضر ونقول بطريقتي الخاصة. وش راح ندير فيها؟ يعني دائما نعطيكم الطرق السهلة البسيطة الناجحة. يعني أنا نعاون في الأخوات اللي ما يعرفوش. أول حاجة درت شوية تاع الزيت، ندير لهم حبيبة تاع البصل مقطعة رقيقة، نخليها حتى تطيب مليح. اذا هنا بعد ما تبالي البصل راح نزيد له الثوم، نجيب الصوصه تاع الثوم اللي نسكرفجهم. خليهم حتى هما يطيبوا مع البصل. كما نعرفوا الثوم يطيب بالخف، يعني ما تخلوش يتقلى بزاف، ما تخلوش يتحرق لانه حيعطينا المروره في لاصوص تاعنا. نزيد عليهم لا فيون داشي الكميه اللي حبيتوها. انا حندير بلاطو صغير، لكن اذا درتو كميه اكبر لازم تزيدوا، وكل وحده على حسب المقدور تاعها. اذا نفتح مليح هذيك لا فيون داشي ونطيبها مع البصله والثوم. اذا هنا بعد ما لا فيون داشي تاعي فتتها كامل، واش ندير؟ ندير حوالي نص مغرف صغيرة، نص مغرف كبيرة تاع طوماطش مصبرة. أنا الطوماطش مصبرة نحب نقليها. جربوها هاد الطريقة تعطيكم طعم أحسن ملي ديريها مع اللخر كامل، راح تجي بنينة لاصوص تاعنا. حبيت نعلق على شيء فقط، سمحولي، يعني أنا مانيش قارية يعني لاكويزين، ومانيش خدمة في مطاعم خمس نجوم. أنا فقط امرأة ماكثة في البيت، حبيت نعاون الأخوات اللي ما يعرفوش يطيبوا، وشفت باللي يعني عجبتهم طريقتي، لماذا؟ والطبخ ما فيهش لازم وماشي لازم، كل واحدة طيب وش تحب هي وعلى الطريقة تاعها اللي تحبها هي. هنا مانيش نخدمو في الدواء يعني تاع اللي ما لازمش نغلطو ولا لازم. المهم ارجو ان توصل لكم الفكره تاعي واش حبيت نقول. هنا واش نزيد؟ نزيد عليهم طوماطيش حب مسكرفجة. هنا درت انا حوالي زوج حبات سكرفجتها. اذا نخليها تتجمر معاهم، ندير لهم الملح، وندير لهم الفلفل الاسود. هذا واش تسحق هاد لاصوص طوماط هذه. هنا فقط معلومه، اللي يحب الزروتيه يزيد حبه ولا تنين يسكرفجهم ويخليهم يتقلاو مع هاد لاصوص، تجي ما شاء الله. وحتى حتزيد تسكا، يعني اذا كان عندك اللحم مقلي هذيك الزروديه راح تزيد تزكي لاصوص تاعنا. اذا نزيد زوج ورق تاع الرمل، نخلي الكل يطيب مع بعض على نار قليله. ندير مغرف صغيره تاع السكر، هذاك السكر راح ينقص لنا من القروصيه تاع الطوماطيش. اذا ندير مغرف صغيره تاع السكر راح تنقص لنا من القروصيه. اذا هاد لاصوص تاعي هنا لازم تخدموها مليح باش تجينا بنينه، لانها هي الاساس تاع اللازانيا تاعنا. ندير لهم حوالي نص كاس تاع الماء،
نقص النار، نديرهم على نار قليله ونخليها تطيب حتى تولي خاثره يعني تخطر باش نطفي عليها. هنا لاصوص تاعي راهي طيب، في هذا الوقت نغلي لازاني تاعي، نغلي لازان تاعي، درت الماء يغلي، ندير له الملح، كميه مليحه تاع الملح كما نحبوا لي بات، نعرفوا لي بات يحبوا الملح بزياده باش يغيروا مليح. انا يعني هاي لازان تاعي شريتها يعني واجده من الاسواق، ها هي نبدا نغلي فيها. لا مارك تاعها نوريها لكم، لانه على بالي كامل قولي واش من يعني واش من الماركه درتيها، هذه هي عمر بن عمر. اذا نبدا نغلي، ديروا ثلاثة على ضربه ماشي اكثر من ثلاثة باش ما يتعجنوناش. بهذه الطريقه نخلوهم حوالي 7 دقائق هما يطيبوا باش نحيهم. كما وصيتكم غلو غير بالثلاثة، لانه لا كثرتو بزاف راحين يتلصقوا مع بعضهم وراح تعذبكم الخدمة. بهذه الطريقة اذا نخليهم انايا يغلو 7 دقائق. اذا هنا بعد ما جات 7 دقائق نحي الورق تاع اللازانيا تاعي. اذا نحيهم، واش ندير لهم؟ نشل لهم بالماء بارد، سمعوني مليح، نشل لهم بالماء بارد ونديرهم يقطروا مليح. نزيد ندير ثلاثه واحد اخرين يغلو حتى نكمل الكميه اللي راني حبتها. اذا نشل لهم بالماء بارد ونخليهم يقطروا ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا كامل المقادير تاعي راهم واجدين، لي لازان تاوعي اللي غليتهم كما قلت لكم شلهم بالماء بارد وخلوهم يقطروا مليح. عندي انا هنا انمون صغير على حسب افراد العائله تاعي. عندي هنا لاصوص بيشاميل، راح نحط لكم الرابط تاعها اسفل لا فيديو في صندوق الوصف باش تعرفوا كيفاش خدمتها. فورماج رابي حسب الرغبه، ولاصوص تاعي بلا فيونداشي ها هي واجده. اول حاجه نديرها وشنو هي؟ هي اني ندهن المول تاعي كمية قليلة تاع الزيت فقط كما نشوفو. اذا اول طبقة راح تكون لازانيا، نديرو ورقة تاع لازانيا. هنا انا واش عندي؟ عندي المول تاعي صغير، اذا راح نقسم الورقة الثانية، راح نقسمها على اثنين. هنا يعني تصفي اللازانيا تاعك كيما حساب المول تاعك. هنا من الاحسن المول يكون مستطيل باش تجيك الخدمه يعني باينه وسهله. اذا نقسم الورقه على اثنين كما رانا نشاهدوا، راح تجيك العمليه سهله لانه انا المول تاعي صغير وكل وحده دير حساب المول تاعها كما رانا نشوفوا. من بعد واش ندير؟ ندير لاصوص طوماط تاعي، طبقة من لاصوص. هنا على الطبقات كل وحدة وشحال تحب دير من طبقة، كان يحبوها خشينة كان يحبوها رقيقة، وعلى حسب الإمكانيات طبيعة الحال. ندير طبقة تاع اللحم وندير طبقة تاع لاصوص بيشاميل كما نشوفو. بهذه الطريقة نمشيها على كامل الوجه تاع اللحم تاعنا. بعد ندير كمية تاع الفرماج رابي، ونعاود نفس الطريقة ندير كوش تاع اللازانيا كما نشوفو. نزيد هذاك النص اللي قسمتو من قبل ونكمل العملية حتى نكمل كامل الطبقات تاعنا تاع اللحم واللازاني مع الفرماج ولا بيشاميل. اذا انا حنكمل العملية حتى نوصل الوجه الفوقاني. اذا نفس الطبقة الفوقانية ندير الفرماج، واش ندير؟
ندير طبقه تاع اللازانيا كما نشوفوا. وندير اخر طبقه اللي هي لا بيشاميل. ندير كي طبقه يعني علويه. هذا هو الوجه تاع اللازانيا تاعنا. نغطيو مليح الوجه الفوقاني كما نشوفوا بهذه الطريقه. نسيي كيفاش ندخل الاطراف باش ما يتحرقوناش الكوشه. وندير الفرماج رابي على كامل الوجه. ندخلو الفرن على 180 درجه من 30 ل 35 دقيقه. اذا ندخلو للفرن على 180 درجه من 30 ل 35 دقيقه حتى هذوك الطبقات كاملين ينسجموا مع بعضهم وهذاك الفرماج يذوب مع هذاك لا بيشاميل مع يعني كامل الاذواق يعني ينسجموا. ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي اللازانيا تاعي طابت ووجدت. من الاحسن ما تسرباش تمتم، خليها على الاقل ربع ساعه باش تعاود تحكم روحها شويه. واللي يحب ياكلها سخونه يسربيها. اذا راح نجرب نسربيها امامكم. بسم الله ان شاء الله ما تحشمنيش. نقسمها امامكم نديروها في الطبسي. بسم الله يا رب العالمين. اذا نقسم كميه كما قلت لكم اللازانيا ما تسرباش تمتم، لازم تخلوها شويه تعاود تحكم روحها باش تسربيها. بسم الله يا ربي. اذا نرفد غير بالعقل فقط باش ما نخسروش هذوك الطبقات هذوك اللي عندنا تاع اللازانيا. بسم الله يا ربي. يعني انا اللازانيا تاعي مازالت سخونه كما قلت لكم، لازم تسربا شويه تولي دافيه شويه باش تسربيها باش تقدري تحكمي في الشكل تاعها. اذا ها هي اللازانيا تاعي تجي ما شاء الله روعه. انا مازالت سخونه لكن كي تبرد راح تحكم روحها وتولي ما شاء الله. اذا ها هي الوصفه امامكم واجده. واذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، شاركوا في القناة ليصلكم الجديد. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة. وإلى اللقاء.